انت مش ملاحظ احنا بقالنا فترة طويلة بنتكلم، ويمكن تقريبا ما اتكلمناش خالص عن علي الحجار. هل حسيت بسعادة شديدة انك قعدت ساعة ما اتكلمتش عن نفسك خالص وكلمت عن شخص اخر اسمه السيد ابو سينا عبد المقصود صالح؟ يعني انت عملت فيا معروف انه لاول مرة بعمل لقاء تلفزيوني او صحفي او اذاعي ما احسش فيه بدونية الأنا والكلام اللي هو الشيطان بيحضر للواحد دايما لما يجي يتكلم عن نفسه. فبالعكس انت اديتني ثواب في الفترة دي انت والأستاذ نبيل عبد النعيم. طب ممكن تعمل فيا انا بقى معروف؟ انا نفسي نطلبها في التليفون ونكلمها. ممكن؟ ايوه طبعا. ايوه ماما. ايوه حبيبي. ازيك يا حبيبتي؟ طيب الاستاذ يوسف معطي عايز يكلمك. الو. ايوه. ازيك يا ماما؟ الله يسلمك. اهلا بيك، احنا بقالنا ساعه بنتكلم عليكي. الله يخليك. كلام حلو كله. يا الف مرحبا. اهلا بيك. الاستاذ علي بقى عمال يحكي لنا عن قصه كفاحك الجميله وعن وقوفك، بيقول لي انت اللي علمتيه القرايه والكتابه. يا سلام. والله ده هو كان بيقرا ويكتب لوحده. والله. قال لي انك بتقولي عليه حنين. نعم. بتقولي عليه حنين جدا. والله. والله. حسيتي بحن وعلى اخواته وعلينا كلنا. بتحسي بحنيته بقى ازاي تجاهك بقى؟ اول حاجه جابها لك بقى اول ما بقى النجم بقى المشهور علي الحجار جاب لي. ما بيبطلش مجايب. والله ولا اي مناسبه لعيد الام وعيد ميلاد والده وكلنا كده، هو يعني كان هو اللي ابونا. يا حبيبتي. لما غنى دعوتك في الفجر ياما، دعوتي في الفجر ياما، جميله جميله اغنيه جميله والله. حسيتي انه بيغنيها لك؟ والله. تيجي نخليه يغنيها لك؟ ايه رايك؟ الله يخليك. نضغط عليه ونخليه بقى يغنيها لك، لان طبعا لما تسمعيها منه في برنامج معمول مخصوص علشانك، متهيألي ده مكانها ووقتها. طب تسمعيه معانا يا ماما؟ طب خليكي معانا ما تقفليش. حاضر يا حبيبي. عشان لو نشست ولا حاجه تقولي لي. انت تنشس ابدا، انت مفيش حد زيك يا الله يخليك. ربنا يخليك يا ماما. الله يخليك. دعوتي في الفجر يا ماما، تسلمي لي في كل ضمة. دعوتي في الفجر يا ماما، تسلمي لي في كل ضمة. تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت. تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت. تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. دعوتي في الفجر يا ماما، تسلمي لي في كل. إيه رأيك يا ماما؟ ايه رايك؟ ربنا يخليك. انا سامع ان كلمه الله اللي بتقوليها له او بتقوليها للاستاذ ابراهيم او بتقوليها للاستاذ احمد هي اللي بتخليهم يقدروا ينطلقوا ويقدروا. ربنا يخليكي ليهم يا امي ويخليهم ليكي. احلى دعوه بتدعيها له ايه؟ والله ادعي له الدعوه دي عشان حسيبك تدعيها له لوحده، وهستاذن من البرنامج واسيبكم لبعض زي ما هم عملوها مره وسابوكم لبعض انت وبابا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله الدعوة اللي تيجي على بالك، أنا عارف إن أنت بتدعي لي طول الليل والنهار. أنا بقول لك ربنا يسعدك ويحفظك يا رب بحق جاه النبي. خلاص يا ماما، دي أجمل دعوة والله. طيب أنت كويسة الحمد لله وبابا صحته كويسة؟ أنا كنت شايفه النهاردة كان تعبان شوية. بقى أحسن؟ لا الحمد لله كويس. طيب يا حبيبتي، مع ألف سلامة. ربنا يخليكي. كنا عايزينك تبقي معانا هنا بس لازم ابويا راجل صعيدي برضو. الدنيا كلها بتحبك يا علي والله. الله يخليك يا حبيبتي. طيب مع الف سلامة يا ماما. سلامة يا حبيبي. مع السلامة. يا سلام.